أحمد السقا. أحمد محمد صلاح الدين السقا. السقا من مواليد 68. أحمد من عيلة فنية، والده المخرج الفنان محمد السقا مدير مسرح العرايس. تخرج السقا بامتياز من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بلش السقا مشواره الفني بأدوار صغيرة بعدة أعمال، منها فيلم ليلة ساخنة، أيام السادات، ومسلسل نصف ربيع الآخر وغيرها. كان للسقا نشاط في المسرح مثل مسرحية كده أوكي وعفريتو والأباندا، ونال جوائز عديدة على أعماله الفنية، منها ابن القنصل، الديلر، الجزيرة، تيمور وشفيقة، عن العشق والهوى، حرب أطاليا، مافيا، أفريكانو، إبراهيم الأبيض، شرطو فانيلا وكاب، وتيتو. تزوج أحمد من مها الصغير سنة 99، وإله 3 أطفال ياسمين وحمزة ونادية.